منيو بيشبه حياتي في ترويقة غدا وعشاء وليه؟ ترويقة انجلش بريكفاست لأنه فيه كتير مكونات بس بيمشوا كتير منيح بنفس الوقت. غدا ليه؟ ليه بيشبهني؟ لأنه أنا كشخص كتير متقلب أكترية الأوقات بزوقي أو برأيي أو إكسترا، فكل في كتير أشياء بشخصيتك لحالها يمكن ما العالم ما بتتقبلها، بس وقت تحطيهم كلهم مع بعض بيمشوا كتير منيح مع بعض. للغدا بقول مغربية، مغربية لأنه بشخصيتي أنا مش كل العالم تتقبلني بالأول، فمثل المغربية، المغربية بدها كتير وقت لتنعمل وكذا ستيب لتنعمل، بس إنه بالآخر النتيجة كمان تطلع شيء رائع جدا. للعشاء بقول فروت سالد، فروت سالد لأنه الفروت سالد فيها الحامض والحلو والمر، وهالخبر كمان برجع بعيدة لنفس موضوع إنه في أكترية العالم ما بتتقبل كذا شغلة بشخصيتي، بس كمان وقت تحطيهم مع بعض كلهم سوا come out perfect.